السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد معنا من قناتكم أريزاد. فيديونا اليوم راح يتحدث عن كريم من فينوس، وهي كريم ديبيلاتوار. هذا الكريم اللي خرجت جديدة، تخلي البلابو تاعك يضغطي وترطبها، ومكوناتها طبيعية وما فيهاش ضرر على البشرة. فيها بزاف الخلاصات اللي تنعم البشرة وتخليها ناعمة. اذا هي كريم ازالة شعر من معامل فينوس، مصممة خصيصا لازالة الشعر بسهولة وفعالية. تركيبتها مخصبة تترك بشرتك ناعمة ومرطبة ومهدئة تماما. اذا تناسب جميع انواع البشرات، تقدري تنحي بها الشعر من الساقين والابطين والوجه، تخلي الملمس لطيف وسهل الاستخدام، تخلي نعومة وكفاءة وترطب وتلطف البشرة وتترك البشرة ناعمة وسلسة وخالية من الشعر الغير مرغوب فيه، تنزع حتى الزغب الصغير. نصائح قبل الاستعمال: تبللي سطح لإزالة الشعر وتوزعي الكريم بالتساوي مع تغطية الشعر بالكامل. ستركين الكريمة حوالي 3 إلى 5 دقائق، ثم تزينين الكريم بالملعقة. بعد ذلك تشطفينها فورا بالماء البارد، ولا تستخدمين أي صابون أو أي مزيل للعرق بعد 24 ساعة من إزالة الشعر، وتجنبي أيضا ملامسة العينين. إذا احتياطات قبل الاستخدام: قبل 24 ساعة من الاستخدام اختبريها على جلدك، إذا لم تلاحظين أي تهيج فاستمري في إزالة الشعر بالشمع. استخدام الكريم فقط على بشرة نظيفة وغير متهيجة ولا تحتوي على بثور. وفي حالة ملاحظة أي تحسس مزعج بسبب الكريم، اشطفيه جيدا بالماء البارد. وفي حالة ملامسة العينين، اشطفيها فورا بكمية كبيرة من الماء واستشيري الطبيب. سعر نتاعها 165 دينار جزائري. هذا هو فيديونا، نتمنى يكون عجبكم. ما تنساوش جيم واشتراك في القناة وبارتاج الفيديو. شكرا على المشاهدة.